بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنحل بوكلت رقم 19 على الباب الثاني، التحليل الكيميائي. النموذج ده على الباب بالكامل من كتاب الوافي مراجعة نهائية 2021. أول سؤال معانا بيقول: أي من العبارات التالية صحيحة علميا؟ هل حمض الهيدروكلوريك يطرد حمض الكبريتيك من ملح كبريتات البوتاسيوم؟ احنا عارفين ان الحمض الاعلى في الثبات بيطرد الحمض الاقل في الثبات من املاحه. طيب حمض الهيدروكلوريك، كل الحكايه ان انتوا هتجيبوا الانيونات وتحطوا جنبها اتش فتطلعوا الاحماض. دي انيونات المجموعه الاولى، دي انيونات المجموعه الثانيه، دي انيونات المجموعه الثالثه. هل حمض الهيدروكلوريك اللي في الثانيه يعرف يطرد حمض الكبريتيك اللي في الثالثه؟ لا طبعا، ده هو اقل منه في الثبات ما يعرفش يطرده، يبقى الاولى دي غلط. تمام، هنا حمض الكبريتوز اللي هو H2SO3 اللي هو في المجموعة الأولى ده يطرد حمض النيتريك اللي موجود في المجموعة التانية؟ لا طبعا، ده هو أقل منه في الثبات. طيب حمض الهيدروبروميك اللي هو في الموجود في المجموعة التانية يطرد حمض الكبريتيك اللي في المجموعة التالتة؟ لا طبعا، أقل منه في الثبات. طيب حمض الهيدرويوديك اللي هو موجود في المجموعة التانية هل يقدر يطرد حمض النيتروز اللي هو موجود في المجموعة الأولى؟ المجموعة التانية تقدر تطرد إيه؟ المجموعة الأولى، يبقى دي صح، يبقى أكيد الإجابة هي إيه؟ هي دال. السؤال رقم 2 بيقول لي: كل المركبات التالية يمكنها الكشف عن أيون الكربونات في كربونات الأمونيوم ما عدا. يبقى أكيد هيطلع يا غاز يا راسب، ما هي دي طرق الكشف. يلا نضيف محلول كلوريد الصوديوم الى كربونات الامونيوم، هيدينا ايه؟ هيدينا كربونات الصوديوم، ما هو موجب الاول مع سالب الثاني، وكلوريد الامونيوم الاثنين بيدوبهم. يبقى هنا ما ينفعش اكشف، ما انا لازم اطلع يا غاز يا ايه يا راسب، يبقى هي دي اكيد الاجابه. طب مش فاهمينها قوي، تعالوا نجرب بقيه الاجابات وانتوا تفهموا اكتر. يعني اكيد الثلاثه دول هيكشفوا عن الكربونات اللي في كربونات الامونيوم. تعالوا مثلا نجيب كربونات الامونيوم مع كلوريد المغنيسيوم اللي هي NH4 الكل 2CO3، هفعلها مره مع مين؟ مع كلوريد المغنيسيوم اللي هي MgCl2. هيدينا ايه بقى؟ هيدينا MgCO3، بس كده خلاص، ده راسب. ما كل الكربونات في الكيمياء رواسب ما عدا مين؟ ما عدا كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم. يبقى انا قدرت اكشف دلوقتي عن الكربونات ولا لا؟ ان هي عملت راسب مع المغنيسيوم، يبقى يمكن الكشف عنها. طيب نشوف الاجابه اللي بعدها، بيقول لي هضيف عليها حمض الهيدروبروميك. طب ما انا عارف من شويه ان حمض الهيدروبروميك ده اثبت من حمض الكربونيك، فيقدر يطرده من ايه؟ من املاحه، فيدينا NH4Br، دي بتدوب في الميه، وH2CO3 اللي هو بيتفك الى H2O وCO2، يبقى غاز ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير، يبقى اكيد في ثاني اكسيد كربون، يبقى اكيد في كربونات. التجربه دي انتوا عليكم خدتوها، بس خدتوها HCl اللي هو حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو كاشف المجموعه الاولى. ما انا ممكن استخدم مكانه HBr، وممكن استخدم مكانه HI، نفس الايه الاجابه ده كده. ال HI ايه اللي هيحصل؟ هيدينا NH4I، ده بيدوب في الميه. ما انا كل الكربونات، ما انا قلت ان كل الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم بيدوب في الميه مع H2CO3 اللي هو H2O وCO2. طالما طلع ثاني اكسيد الكربون يعكر ماء الجير يبقى فيه ايه؟ كربونات. يبقى انا كده كشفت عن انيون الكربونات عن طريق الثلاثه دول، يبقى ده ما ينفعش لانه كون لي محاليل، لا طلع لي غاز ولا نزل لي ايه؟ راسب. السؤال رقم 3، اي من العبارات التالية صحيحة؟ محلول ثاني كرومات البوتاسيوم برتقالي اللون ولا عديم اللون؟ احنا عارفين ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك لما بتتحول من اللون البرتقالي الى الاخضر، لما كنا بنكشف عن غاز الـ SO2، يبقى هي برتقالي. طب وهو اصلا الكروم هنا لو جيتوا تحسبوها يطلع موجب 6، وهو الكروم موجب 6 بشكل عام في الكيمياء، اصلا ملون؟ لا مش ملون. وانت عرفت منين؟ من الباب الاول، لو جينا وزعنا الكروم ارجون 18 4S1 3D5، لما اجي اوزع بقى الكروم موجب 6 اللي هو في السؤال هيبقى ارجون 18 4S0 3D0،
يبقى مفيش ولا الكترون مفرد في الدي، يبقى بشكل عام في الكيمياء الكروم موجب 6 المفروض يكون غير ملون، وبشكل خاص في ثاني كرومات البوتاسيوم هو ملون، وشرحت قبل كده السبب العلمي للكلام ده. يبقى ثاني كرومات البوتاسيوم اصلا هي برتقال اللون، لكن ايون الكروم موجب 6 بشكل عام في الكيمياء هو عديم الايه اللون، يبقى الإجابة باء. السؤال رقم 4، أي مما يأتي يستخدم للتمييز بين محلول بيكربونات المغنيسيوم ومحلول بيكربونات البوتاسيوم بدون استخدام كواشف كيميائية؟ لما يقول لي بدون استخدام كواشف كيميائية أعرف أن أنت يا هتدوب في مية يا هتسخن، لكن مش هتستخدم مادة كيميائية تضيفها يعني. طيب هو أصلا مريحك وجايب لك التسخين وبإضافة الإيه؟ الماء. طب واحدة واحدة كده، أنا قلت إن كل أملاح البيكربونات بتدوب في المية، يبقى أكيد بيكربونات المغنيسيوم هتدوب وبيكربونات البوتاسيوم هتدوب، يبقى مش هعرف أميز بينهم عن طريق المية. يبقى أول حاجة هكنسل الإجابة جيم ودال. تعالوا نشوف التسخين، إحنا برضو عارفين إن بيكربونات الفلز لما تتسخن تدي كربونات ومية وثاني أكسيد كربون. تاني كده، بيكربونات الفلز زي المغنيسيوم أهو، بيكربونات المغنيسيوم لو انا سخنتها هتديني كربونات الفلز ومية وثاني اكسيد كربون. طب وهو كربونات المغنيسيوم بتدوب ولا بتترسب؟ بتترسب. يبقى لو عملت انحلال حراري للبيكربونات المغنيسيوم هتنحل بالحرارة وتعطي راسب. طب تعالوا نجرب كده بيكربونات البوتاسيوم اهو KHCO3، لو انت عملت لها انحلال بالحرارة هتدي برضو كربونات الفلز اللي هي كربونات البوتاسيوم مع H2O مع CO2 نفس اللي فوق، بس الفكرة هنا ان كربونات البوتاسيوم بتدوب في المية لان كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم بتدوب في المية، يبقى هتنحل بالحرارة ولكن لا تعطي ايه راسب، يبقى اكيد الاجابة هي ايه، هي الف. السؤال رقم 5 بيقول لي كل مما يأتي يذوب في حمض النيتريك ما عدا فوسفات الفضة، طبعا بتدوب، فاكرين الـ Ag3PO4 اللي هو راسب أصفر في الكشف عن أنيون الفوسفات التجربة التأكيدية كان بيطلع راسب أصفر من فوسفات الفضة بيدوب في محلول النشادر وبيدوب في حمض النيتريك. تعالوا أوريها لكم في كتاب المدرسة، زي ما انتوا شايفين في الكشف عن أنيون الفوسفات او طلع لي راسب اصفر من فوسفات الفضة يذوب في كل من ايه محلول النشادر وحمض الايه النيتريك، يبقى اكيد بيدوب الراسب ده، يبقى ده تمام. هو بيقول لي كلهم بيدوبوا في حمض النيتريك ما عدا اكسيد الكالسيوم، اكسيد الكالسيوم ده اكسيد فلز، يبقى قاعدة، يبقى هيتفاعل مع مين؟ مع الحمض، يبقى هيدوب جوه ولا لا؟ يبقى هيدوب، تمام. هيدروكسيد الصوديوم دي قاعدة، القاعدة بتدف الحمض ولا لا او بتتفاعل مع الحمض ولا لا؟ بتتفاعل. طيب كلوريد الهيدروجين، كلوريد الهيدروجين يا شباب اللي هو ال HCl غاز، هو جايبها لك يعني بناء على ان ده حمض مع حمض، فانت تقول ان هما مش هي ايه مش هيتفاعلوا مع بعض او مش هيدوبوا في بعض يعني، بس هو في الحقيقة اصلا كلوريد الهيدروجين لو شاف اي شوية مية هيدوب جواهم، تمام، اللي موجودين جوه الحمض مثلا لو الحمض ده مخفف. ولو عندي اصلا حمض الهيدروكلوريك مش عايز اصدمك واقول لك ان هو بيتفاعل اصلا مع حمض النيتريك، والاثنين دول بيتخلطوا مع بعض على فكره عادي. ففي نطاق الدراسه بتاعتنا يعني هنقول كلوريد الهيدروجين ده حمض مع حمض ما يتفاعلش مع بعض، بس يعني ايه عايزك تعرف ان الاحماض بتتفاعل مع بعضها عادي، وعندك اصلا اكتر من تفاعل في الايه في الكتاب. حمض الهيدروبروميك بيتفاعل مع الزياده من حمض الكبريتيك المركز، وحمض الهيدرويوديك بتفاعل مع الزيادة من حمض الكبريتيك المركز عاديا يعني، فهي مش قاعدة ثابتة. السؤال رقم 6 بيقول لي عند إضافة كمية من حمض النيتريك المركز لقطعتي نحاس وحديد، طيب انتوا عارفين ان الحديد مع حمض النيتريك المركز بيحصل ايه؟ بيحصل خمول كيميائي، ليه؟ لتكون طبقة من الأكسيد تمنع استمرار الايه التفاعل. طيب النحاس مع حمض النيتريك المركز المفروض ما يتفاعلش، لا بيتفاعل وبيدوب، تمام. يبقى مين اللي هيدوب معايا لو حطيت عليهم حمض النيتريك المركز؟ النحاس اللي هيتفاعل فهيدوب، والحديد مش هيتفاعل لان بيحصل ظاهرة الخمول الايه الكيميائي، يبقى يدوب النحاس وما يدوبش الايه الحديد. السؤال رقم 7
بيقول لي أنبوبتي اختبار، الأولى فيها نيترات البوتاسيوم KNO3 ودي فيها نيتريت البوتاسيوم KNO2. لو ضفت عليهم حمض الكبريتيك المركز، طيب حمض الكبريتيك المركز ده كاشف لأنيونات المجموعة التانية اللي هي النيترات، فتصاعد غازات داخل وخارج الأنبوبتين. ما لون هذه الغازات؟ هو يفضل في السؤال ان هو يقول هيضيف حمض الكبريتيك بس لازم يسخن، تمام؟ هتعرفوا ليه دلوقتي. التجربة بتاعت حمض الكبريتيك المركز هو بيكشف عن أنيون النيترات، كان بيطلع HNO3 حمض النيتريك اللي لما سخنه، عشان كده قلت لكم ايه تسخين، بيطلع غاز بني محمر. الغاز ده بيبقى جوه الايه الانبوبة، داخل الانبوبة وهيخرج من الانبوبة، يعني بني محمر بني محمر. طيب لو انا بكشف عن انيون النيتريت هيطلع ال HNO2، ال HNO2 بينحل الى NO، NO ده عديم اللون، وهو خارج من الانبوبة هيتحول الى NO2 اللي هو لونه ايه بني محمر. يبقى الاجابة هي مين؟ هي باء. زي ما انتم شايفين يا شباب في كتاب المدرسة الكشف عن انيون النيترات، اهو بحط على ايه حمض الكبريتيك المركز، بيطلع لي HNO3 بجيبه واسخنه، يطلع لي NO2 مباشرة اللي هو غاز بني محمر، تزداد كثافته لما احط ايه خراطة نحاس. وبالنسبة للكشف عن انيون النيتريت بيطلع HNO2 اللي بينحل الى NO، اهو غاز اكسيد النيتريك عديم اللون الذي يتحول عند فوهة الانبوبة الى اللون البني الايه المحمر لتكون ثاني اكسيد النيتروجين. السؤال رقم 8، عينة من الحجر الجيري، الحجر الجيري اللي هو كربونات الكالسيوم غير نقية، يبقى مش هينفع اتعامل مع الكتلة دي في الحسابات، كتلتها 2.5 جرام، سخنت تسخينا شديدا حتى ثبتت كتلتها واصبحت 1.62 جرام. طيب هي لما ثبتت الكتلة بتاعتها يعني الكتلة قلت، امال هي قلت ليه؟ عشان طلع غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون. عايز النسبة المئوية للحجر الجيري في العينة. طيب عايز النسبة المئوية، يبقى شيء طبيعي ان انا لازم اطلع الكتلة النقية اللي اتفعلت قد ايه بالظبط. اقول له طيب دي 1.62 اللي هي ثبتت عندها وكانت في الاصل كام؟ 2.5، اطرحهم من بعض واطلع كتلة غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون. ركزوا معايا، كربونات كالسيوم كان معاه شوائب، الاتنين على بعض 2.5 جرام، اتسخنوا ثبتوا عند الكتلة الصلبة ده. خلي بالك اكسيد الكالسيوم مش 1.62، كلامكم صح ديت لو كانت عينة نقية، تمام؟ لكن دي مش نقية، يعني الواحد واتنين وستين من مية دول اكسيد كالسيوم مع شوائب. المهم هطرح 2.5 ناقص 1.62 يطلع لي كتلة مين؟ الغاز اللي خرج. طلعت معايا يا شباب بالآلة الحاسبة 88% ايه؟ جرام. جرام فوقها جرام، جرام فوقها جرام. احسب الكتلة المولية لثاني اكسيد الكربون ب 44، اجيبها من هنا، وكربونات الكالسيوم الكتلة المولية واضربها في واحد طلعت 100 جرام. اعمل طرفين في وسطين واحسب الكتلة النقية من كربونات الكالسيوم، طلعت معايا كام يا شباب بالآلة الحاسبة؟ 2 جرام. الموضوع بقى بسيط جدا، بقى احسب النسبة المئوية لمين؟ لكربونات الكالسيوم في العينة، اجيب الكتلة النقية اللي هي 2 واضربها في 100 واقسمها على الكتلة الكلية اللي هي العينة الغير نقية، طلعت معايا 80 ايه في المية. 80% يبقى الاجابة مين؟ جيم. السؤال رقم 9، للتمييز بين كبريتات الباريوم وفوسفات الباريوم يتم عن طريق كل بوكلت بقولها، كبريتات الباريوم راسب ابيض وفوسفات الباريوم برضو راسب ابيض، كنت بضيف على الراسبين دول حمض الهيدروكلوريك المخفف، كبريتات الباريوم ما بتدوبش في الراسب وفوسفات الباريوم بت ايه بتدوب، يبقى هكشف ازاي عنهم الاتنين او افصل بينهم ازاي او اميز بينهم ازاي؟ يبقى ضيف حمض الهيدروكلوريك المخفف، يبقى الإجابة يا جيم يا دال. مين اللي هيدوب؟ قلنا فوسفات الباريوم، يبقى الإجابة هي دال. وزي ما انتوا شايفين يا شباب الفوسفات والكبريتات أو فوسفات الباريوم يذوب في حمض الهيدروكلوريك المخفف، اللي بعده راسب أبيض من كبريتات الباريوم لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك الإيه المخفف. السؤال رقم 10، من التفاعل التالي جايب لي هيدروكسيد صوديوم مع كبريتات الحديد 2
ادالي محلول من كبريتات صوديوم وهيدروكسيد حديد اتنين، سهلة جدا، موجب الأول مع سالب التاني، موجب التاني مع سالب الأول. مفتاح حل السؤال كله إن أنت تكون عارف إن هيدروكسيد الحديد الثنائي ده راسب، إس راسب أبيض مخضر. فلو سألني في الامتحان الـ OH بتكشف عن مين؟ أقول له بتكشف عن الحديد الثنائي لأنها بتكون معاه راسب. طب الحديد الثنائي بيكشف عن مين؟ بيكشف عن أنيون الهيدروكسيد لأنه بيكون معاه راسب. يلا، يعتبر محلول كبريتات الحديد 2 كاشفا لمين؟ أبص للراسب ألاقي مفيش فيه كبريتات، في حديد 2. هو الحديد 2 بيكشف عن مين؟ بيكشف عن الـ OH سالب. وهو هيدروكسيد الصوديوم، ألغي الصوديوم لأنه مش موجود في الراسب، اللي هو الهيدروكسيد بقى بيكشف عن مين؟ الهيدروكسيد بيكشف عن الحديد الإيه؟ الثنائي، لأنه بيكون معاه راسب. أشوف اللي أنا كتبته ده تبع الإجابة أنهي؟ تبع الإجابة ب، اللي هي أنيون الهيدروكسيد وكاتيون الحديد 2. السؤال رقم 11، الصيغة الكيميائية لملح فلزي مماه غير معروف هي XBr2-6H2O. عند تسخين عينة من الملح كتلتها 4578 من 1000 جرام، قلت كتلة العينة بمقدار 1515 من 1000 جرام، يبقى أكيد الكتلة اللي قلت دي كتلة المية اللي اتبخرت. يعني أنا بقولك إن كتلته مثلا 5 جرام، قلت 2، يبقى اللي اتبخر قد إيه؟ 2، يبقى اللي اتبقى كام؟ 3، وهكذا. عايز الفلز إكس ده أهو، مين هو من الفلزات اللي جايبها في الإجابة دي؟ طيب السؤال ده جميل وموجود شبيه ليه في بنك المعرفة. في بنك المعرفة شوف هنحله ازاي. هنجيب ال XBr2-6H2O واقول له انت بتقول ان انت سخنتها تسخين شديد، اكيد هتطلع XBr2 مع 6H2O. تمام، العينة كلها كانت كتلتها كام؟ انت بتقول ان كانت كتلتها 4.578 جرام، وقلت بمقدار يبقى ده كتلة المية 5.15 جرام. اطرحهم من بعض واطلع كتلة الملح الجاف اللي هو XBr2، طلعت معايا يا شباب 3.063 جرام. تمام، جرام فوقها جرام وجرام فوقها ايه؟ جرام وجرام فوقها جرام. طيب اشتغل على الاتنين اللي على اليمين دول اطلع الاجابة. كتلة المية 18 اضربها في كام؟ في 6، يبقى 6 في 18. طب وده معرفوش، ما انا معرفش مين الاكس اصلا، يبقى احسب ده، يبقى طرفين في وسطين هنا، ده في ده على ده، يطلع لك كتلة المول الواحد من الاكس بي ار 2. طلعت يا شباب معايا 218 و35 من 100 من الجرام، معناها ان الاكس مع الاتنين بي ار اللي هي اكس بي ار 2 كتلتهم 218 و35 من 100. طيب الاكس معرفوش، ده 2 في 80، جبت ال 80 منين؟ من المسألة اهو، البي ار ب 80، كل ده يساوي كام؟ 218 35، ودي دي الجهة التانية، يبقى الاكس طلعت معايا يا شباب ب 58.4 من 10 جرام لكل ايه؟ مول. يبقى انا كده عرفت ان هو مين؟ الكوبالت. يبقى الاجابة هي مين؟ هي دال. السؤال رقم 12، تم إجراء تفاعلين، التفاعل واحد بإمرار غاز الكلور على الحديد المسخن للإحمرار. طيب تمام، ده التفاعل واحد، همرر حديد مع كلور. أنا قلت حديد مع كلور يدينا إيه؟ كلوريد حديد 3، لأن الكلور عامل مؤكسد، الكلام ده من الباب الأول. التفاعل الثاني بيقول لي فاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف، هيدلنا ايه؟ هيدلنا كلوريد الحديد 2 ويتصاعد غاز الهيدروجين اللي هو عامل مختزل، اللي هو يختزل لأي حاجة تطلع إلى كلوريد حديد ايه؟ ثنائي. قال لي بعد كده ضيف عليهم الاتنين هيدروكسيد صوديوم، يبقى NaOH، وهنا هضيف عليها NaOH، هيطلع لي ايه هنا؟ هيطلع لي هيدروكسيد الحديد 3 لأن ده حديد ثلاثي، وهنا هيطلع لي هيدروكسيد الحديد 2. ده لونه ايه؟ ده راسب ابيض مخضر، اما ده راسب بني ايه؟ محمر. يبقى تعالوا نشوف اول اجابة، ناتج التفاعل واحد اللي هو الاولاني ده
هيطلع راسب بني محمر، تمام صح، وناتج التفاعل اتنين هيطلع راسب أبيض مخدر، صح. يبقى هي دي الإجابة، يبقى الإجابة ألف. السؤال رقم 13، أجريت معايرة 20 ملي من هيدروكسيد البريوم باستخدام حمض الهيدروكلوريك. يبقى أول حاجة طالما معايرة وحمض القاعدة يبقى أكتب المعادلة HCl هيتفاعل مع مين؟ قال لي مع هيدروكسيد البريوم BaOH الكل 2، هيديني إيه؟ هيديني BaCl2 اللي هو محلول كلوريد البريوم و H2O، وأوزن المعادلة بتاعتي وأبدأ أشتغل بكل بساطة. عايز التركيز بتاع القاعدة، يبقى MaVa على Na يساوي MbVb على Nb، وعوض. يلا تركيز الحمض، هو بيقول لي الحمض تركيزه 15 من 100، استهلك 21 ملي من الحمض، يبقى الحجم 21 ملي، عدد مولاته في المعادلة 2، وهنا تركيز القاعدة هو ده اللي هي عايزه اصلا، ده اللي عايزه اصلا اللي هو MB. حجم القاعدة هو بيقول لي حجمها 20 ملي، عدد مولاتها في المعادلة 1. يلا طرفين في وسطين واحسب ال MB، طلعت معايا يا شباب على الآلة الحاسبة 0.079 تقريبا مولر. يبقى من الإجابة كده الإجابة جيم، يبقى تقريبا هي كام؟ 8 من 100. السؤال رقم 14، جميع التفاعلات التالية ينتج عنها مادة شحيحة الذوبان في الماء ما عدا، يلا إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو HCl مع ثيوكبريتات الصوديوم Na2S2O3. فاكرين ده لما كنا بنكشف عن أنيون الثيوكبريتات كان بيطلع إيه؟ كان بيطلع NaCl و H2O و SO2 و S أهو. يبقى ده راسب أهو، ما هو الإس ده راسب معلق أصفر من الكبريت، يبقى دي مادة شحيحة الذوبان في الماء، تمام. يبقى ده الإجابة دي صح، فبقول لي كلهم هيدوا شحيح الذوبان ما عدا حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl مع نيترات الفضة اللي هو AgNO3، هيدينا AgCl، خلاص تمام مش هكمل، AgCl راسب أبيض فعلا مادة شحيحة الذوبان في الماء. يلا حمض الهيدروكلوريك HCl مع كربونات الصوديوم هيديني NaCl دي بتدوب، مع H2O دي مية و CO2 ده غاز، يبقى مفيش ولا مادة شحيحة الذوبان في الماء، يبقى أكيد الإجابة هي إيه؟ جيم. طب تعالوا نكمل، كربونات الصوديوم Na2CO3، كبريتات المغنيسيوم MgSO4، تمام هيدينا MgCO3 برضو مش هكمل، خلاص راسب اهو. ما انا عارف ان كل كربونات الكيمياء راسب اللي هي الاملاح ما عدا مين؟ كربونات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم، دي مش منهم، يبقى اكيد هي ايه؟ راسب. السؤال رقم 15، ما تركيز حمض الهيدروكلوريك الذي يتعادل 25 ملي منه مع 84 من 100 جرام من بيكربونات الصوديوم؟ طيب يبقى لازم يكون في علاقة بين المادة دي ودي، وعشان اعمل علاقة بين مادتين لازم يكون في معادلة كيميائية موزونة، اجيب ال HCl وفعله مع بيكربونات الصوديوم NaHCO3 هيدينا NaCl و H2O و CO2. هنشوف المعادلة هنلاقيها موزونة، يعني عدد مولات الحمض هو نفسه عدد مولات بيكربونات الايه؟ الصوديوم. فممكن تقول عدد المولات هنا يساوي عدد المولات هنا وتعوض على طول، هنا MS على MWT وهنا MVL، مش فاهمين؟ او ممكن تعملها بكل بساطة، هنا عندي الكتلة كم؟ الكتلة بتاعت بيكربونات الصوديوم 84 من 100 جرام، حلو. انا عايز تركيز الحمض اللي هو الام، انا عشان اجيب التركيز ممكن اطلع الاول عدد الايه؟ المولات، اهو ما اعرفش عدد مولات الحمض، يلا جرام فوقها ايه؟ جرام، مول فوقها ايه؟ مول، دي كم مول؟ 1 مول، ودي كم جرام؟ احسبها من الارقام اللي في المسألة، طلعت معايا يا شباب 84 جرام، تمام؟ طرفين في وسطين وطلع عدد المولات. طب وانا هستفيد ايه لما اطلع عدد المولات؟ ايوه بس عدد مولات ال HCl ده لو معاك، ما هو عدد المولات هو التركيز في الحجم باللتر. طيب عدد المولات طلع معايا كام؟ طلع معايا 1 من 100،
يساوي التركيز اللي انا عايزه، والحجم جايبه لي في المسألة اهو، حجم الحمض في 25 ملي، بس هنا الحجم يكون باللتر، يبقى 25 على 1000 يعني 25 من 1000، يبقى الام اللي هي التركيز 1 من 100 على 25 من 1000، طلعت معايا بالآلة الحاسبة 4 من 10 بالظبط، يبقى الإجابة هي جيم. السؤال رقم 16، أجريت التجارب التالية على الملح بي، جبت محلول الملح وحطيت عليه برمنجانات البوتاسيوم المحمضة، فاكرين التجربة التأكيدية اللي استخدمنا فيها برمنجانات البوتاسيوم المحمضة؟ مش فاكر، هفتح الكتاب افتكرها على طول، كانت النيتريت، كان بيختفي لون البرمنجانات البنفسجي، يبقى هنا النيتريت، أنيون النيتريت. طيب محلول الملح مع محلول كربونات الأمونيوم كاشف المجموعة الخامسة في الكاتيونات، يبقى أكيد الكالسيوم موجب 2، تمام؟ طيب وهيديني راسب أبيض من كربونات الكالسيوم، يبقى CaNO2 by 2، يبقى هي دي الإجابة، أو تجرب كل مركب لحد ما يطلع معاك الإيه المركبات اللي هي هتدي النواتج دي. وزي ما انتوا شايفين يا شباب في التجربة التأكيدية للنيتريت، جبت محلول الملح زي ما هو كاتب في السؤال بالظبط، مع محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز، هيزول اللون البنفسجي لمين؟ للبرمنجانات، ودي المعادلة. وهنا زي ما انتوا شايفين المجموعة التحليلية الخامسة في الكاتيونات كان الكشف بتاعها مين؟ كربونات الأمونيوم. لما كنت بجيب محلول الملح مع كربونات الأمونيوم كان بيطلع راسب أبيض من كربونات الإيه؟ الكالسيوم. السؤال رقم 17، مخلوط من هيدروكسيد الصوديوم وكبريتات الصوديوم، أول ما أشوف كلمة مخلوط أعرف إن المادة ديت مادة غير إيه؟ نقية، يعني في واحدة هتتفاعل وواحدة مش هتتفاعل. أخذت عينة منه كتلتها 1 من 10 جرام، معرفش أستخدمها في الحسابات الكيميائية لأنها مخلوط، أذيبت في كمية من الماء وعيرت حتى تمام التفاعل باستخدام 12 ملي من حمض الكبريتيك 1 من 10 مولر. طيب دلوقتي حمض الكبريتيك أكيد هيتفاعل مع مين؟ أكيد هيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم لأن ده حمض مع قاعدة، لكن كبريتيك هيتفاعل مع كبريتات؟ لا، يبقى كبريتات الصوديوم ده اعتبرها شوائب. عايز نسبة هيدروكسيد الصوديوم في العينة، أبقى أشوف الأول الكتلة النقية اللي اتفاعلت منها قد إيه، ويبقى بعد كده الموضوع بسيط. يلا نكتب التفاعل، أدا H2SO4 ده حمض الكبريتيك، اتفقنا مع بعض يا شباب هيتفاعل مع مين؟ مع هيدروكسيد الصوديوم، هيديني كبريتات الصوديوم والمية. أوزن المعادلة، هنا 2 وهنا 2، تمام. أبدأ أشتغل بعد كده بقى، جايب لي هنا تركيز وحجم لحمض الكبريتيك، طب ما انا ممكن التركيز والحجم دول في بعض اضربهم في بعض واطلع عدد الايه؟ المولات. طب ودي تفيدني في ايه؟ تفيدني ان انا اعرف اعمل علاقه هنا بين عدد مولات الحمض وكتله الماده اللي انا عايزها، ده بالجرام اللي انا عايز النسبه المئويه ليها، واحط هنا جرام وهنا مول، والمعادله موزونه، دي 1 مول احط 1، وهنا 2 مول يبقى 2 في 40 عشان اطلع الكتلة بالجرام، ما هو ان اي او اتش لما تحسبوها تطلع 40. طب وعدد مولات الحمض ما هي موجودة ايه؟ ما هو عدد المولات يساوي التركيز بالمولارية في الحجم باللتر، وانا معايا التركيز بالمولارية ومعايا الحجم 12 ملي يعني 12 من 1000 لتر، اضرب ده في ده على ده يطلع لي الكتلة النقية من هيدروكسيد الصوديوم اللي اتفعلت حقيقي، اضربوها هتطلع بالآلة الحاسبة 0.096 جرام، يبقى دي الكتلة حقيقي النقية اللي اتفعلت. طب أنا عايز النسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم في العينة زي ما هو طالب في السؤال، أجيب له الكتلة النقية وأضربها في 100 وأقسمها على الكتلة الكلية اللي هي العينة الغير نقية، اشتغلوا بالآلة الحاسبة هتطلع معاكم بالظبط 96%، يبقى أكيد الإجابة إيه؟ دال. السؤال رقم 18، أضيف 50 ملي من حمض الهيدروكلوريك إلى محلول نيترات الفضة. طيب إحنا اتفقنا إن إحنا هنحط حمض الهيدروكلوريك مع نيترات الفضة، أي حاجة تقابلنا يتفاعلوا مع بعض أكتب المعادلة، أكيد هحتاجها، هيدينا إيه؟ AgCl، هو فعلا بيقول لي فترسب 2.87 جرام من كلوريد الفضة،
تمام مع HNO3 وده الراسب بتاعي. تمام، وبعدين بيقول لي ما حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم، مفيش هنا هيدروكسيد صوديوم اصلا، الذي يتعادل مع 20 ملي من هذا الحمض، الحمض اللي هو الهيدروكلوريك اللي هو بيتكلم عليه في السؤال. طيب معناها ان في جزء تاني من المسألة، ان ال HCl هيتفاعل مع NaOH وهيديني NaCl و H2O. تمام، هو عايز ايه بقى؟ عايز حجم القاعدة. طيب اطلع له MaVa على Na يساوي MbVb على Nb. بيقول لي 20 ملي من الحمض، حاضر، يبقى هنا 20 ملي من الحمض على 1 يساوي تركيز القاعدة، جايبهولي بخمسة من عشرة مولر، اهي في السؤال ايه؟ في حجم القاعدة، ده اللي هو عايزه، على عدد مولاتها بواحد. يبقى انا ناقصني هنا مشكلة. ايه هي المشكلة؟ تركيز الحمض. ما انا لو قدرت اعرف تركيز الحمض هحطه هنا واجيب الفي بي على طول مباشر. طب اجيبها منين دي؟ ما هو جايب لك جزء تاني من المسألة عشان تقدر تطلع منه تركيز الايه؟ الحمض. اجيبها ازاي؟ هو بيقول لي ترسب 2.87 من 100 جرام من كلوريد الفضة في المعادلة الأولى، يبقى هنا 2.87 من 100 جرام. طب ما انا ممكن اجيب التركيز، بس يا مستر انت قلت لنا ما ينفعش في العلاقات الكيميائية تشتغل بتركيز، تشتغل بجرام، بمول، بعدد ذرات، بعدد جزيئات، بتشتغل بحجم باللتر لو كانت مثلا غاز، لكن ما ينفعش تركيز. ما انا ممكن احط هنا مول. تمام، لو عايز اختصر الإجابة، مش عدد المولات هو التركيز في الحجم باللتر، هذا التركيز اللي انا عايزه، والحجم في باللتر اهو 50 ملي في الجزء الاول من السؤال، يبقى 5 من 100 لتر، وحط هنا مول وحط هنا جرام. المول كم مول هنا؟ 1 مول في المعادلة الموزونة. كم جرام هنا؟ احسبها، طلعت معايا 143.5 من الارقام اللي في المسألة. طرفين في وسطين تقدر تطلع تركيز مين؟ تركيز الحمض. لما اشتغلت يا شباب المسألة على الآلة الحاسبة تركيز الحمض طلع معايا 4.10 مولر، خلاص اتحلت. هات بقى تركيز الحمض هنا. ما هو التركيز ما بتغيرش بتغير الكمية. أصل في طالب يقول لي أصل تركيز الحمض كان 4.10 لما كان 50 ملي، طب هو هنا 20 ملي. التركيز ما بيتغيرش بتغير الكمية. يعني لو أنت عندك مثلا أجيب يعني مثلا لتر بيبسي، لو أنت جيت قسمته في كوبايات، هل طعم البيبسي بيتغير من كوباية عشان قسمت الإزازة دي لمجموعة كوبايات يعني؟ لا طبعا. التركيز لو أنا عندي محلول له تركيز وقسمته في أكتر من أنبوبة هو نفس التركيز عادي، بس عدد المولات اللي هي دايبة اللي اتغيرت شوية. يبقى نشتغل هنا طرفين في وسطين ونطلع الـ VB، طلعت معايا يا شباب 16 ملي، احسبوها بالآلة الحاسبة تطلع معاكم 16 ملي. السؤال رقم 19، من خلال التفاعل التالي H2SO4 مع HBr، كل بوكلت بقولها اللي هو حمض اللي هو ايه؟ بروميد الهيدروجين ده غاز، هيتفاعل مع الزيادة من حمض الكبريتيك، فاكرين؟ كنا بنقسمه H2SO3 وO، دي هتتفك إلى H2O وSO2. طب الـ SO2 غاز، هنا كاتب لي الواي هو الغاز، يبقى ده الـ SO2، وده هو الليكويد، يبقى دي المية اهو. الاو مع الاتنين اتش دول يدوني كمان مية، والاكس اللي هي الفيبر اللي هي بي ار 2 اللي هي ابخرة برتقالية حمراء من البروم تصفر ورقة مبللة بمحلول النشا. بيسألني عن مين بقى؟ بيسألني عن الاكس اللي هي البي ار 2. اول حاجة تسبب اصفرار ورقة مبللة بمحلول النشا، شكرا، جت اول اجابة، خلاص انتهت. السؤال رقم 20، اخر سؤال معانا يا شباب، كاتيون الفضة بيكون مركبات شحيحة الذوبان في الماء، يعني رواسب، مع جميع الانيونات دي ما عدا مين؟ في طالب كده اول ما عينه تيجي على الاجابة دي قوم اختارها. ليه؟ ما انا عارف ان كل بيكربونات او كل املاح البيكربونات بتدوب، ازاي هتعمل بقى مركب شحيح الذوبان في الماء؟ اكيد يعني. طب تعالوا نتأكد اكتر، الـ AG مع الـ BO4 يديك AG3BO4، ده راسب أصفر بيدوب في محلول النشادر وبيدوب في حمض النيتريك،
تمام. الـ Ag2SO3 راسب أبيض يسود بالتسخين، هنا AgBr ده راسب أبيض مصفر بيدوب ببطء في محلول النشادر الإيه؟ المركز. كده البوكلت ده خلص يا شباب، بالتوفيق والنجاح دايما إن شاء الله.